سواق متهور اتمسك بعد ما عمل عمليته الهباب، ومصر بتستعد لتصعيد مشكلة ماتش السنغال للمحكمة الدولية، وكان في شغب وقلق في ماتش الأهلي والرجاء. ورجاء خليك معانا عشان ما ينفعش يفوتك مشهد مرعب ولا أفلام السينما. وبمجرد ما انتشر الفيديو بتاعه على مواقع التواصل الاجتماعي الدنيا اتقلبت، لأن أرواح الناس مش لعبة وبنات الناس ما ينفعش يتعامل فيهم المهزلة دي، مش كده ولا إيه يا كريم؟ بصراحة اللي حصل محدش يصدقه. بنتين راكبين ميكروباص في أمان الله مروحين على بيتهم في دمياط، وفجأة راح السواق دايس بنزين عشان يثبت قال إيه إن هو من عفاريت الأسفل، وطبعا الكلام ده ما عجبش البنتين، وبكل أدب واحترام قالوا له لو سمحت هدي شوية، ولما ما هداش فضلوا يصرخوا، وده اللي ما عجبش البيه السواق. تفتكروا يعمل إيه؟ وقف ونزلهم؟ لا. طب زود السرعة وعندهم؟ برضو لا، رجع بيهم على الموقف وهدى العربية ونزل منها وخلاها تمشي لوحدها. تصدق ده يا كريم؟ هو ده اللي حصل بحذافيره. وبعد ما طلع البلا الأزرق على البنات من الرعب، راح موقف العربية وفتح الباب وهتك يخنق مع البنتين وشتيمة، وفي الآخر اتعوروا. والداخلية خدت علم وطلعت بيان أكدت فيه إن السواق اتقبض عليه وهياخد جزاءه بالقانون، وفي التحقيقات قال إن أنا ما كنتش قصد غير أخوفهم بس. صحيح، مشطان إلا بني آدم. المثل بيقول لك اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل، وده اللي بينطبق تماما على جمهور الرجاء يوم مباراته مع الاهلي في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. مره الجماهير تغلس على جمهور الاهلي وهو عايز يدخل المدرجات، ومره تانية يروحوا عاملين شغب في الاستاد. وطبعا مش عايزه افكركم بالليزر من ايام ماتش مصر والسنغال في العينين، حتى ما رحمش. وفجاه راحوا مولعين كشافات موبايلاتهم وواقفين دقيقه احداد على ارواح شهداء النادي الاهلي. قول مبروك بقى يا كريم. بنقول مبروك طبعا للنادي الاهلي اللي اتعادل في المباراه بس فاز بمجموع المباراتين وتأهل للدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا. لكن بعد مبروك الناس ليها اعتاب على موسيماني. هند، هو انت ليكي في الكوره؟ اكيد طبعا، وبلعب من ايام الكوره الشراب وحريفه. امال انت فاكر ايه؟ اكيد بهزر. عشان كده هسيبك تقول انت الكام مطب اللي وقع فيهم الاهلي في المباراه دي. خدي عندك بقى، دي المباراه الثامنه اللي الاهلي بيفشل فيها انه يحافظ على انه ما يدخلش فيه جوان، والثانيه مشكله دفاع الاهلي اللي لسه حاله التوهان والنسيان في منطقه الدفاع عرض مستمر، وكان الله في عونك يا شناوي. والثالثه هي الكوره العرضيه اللي الاهلي لحد دلوقتي مش عارف يتعامل مع خطورتها، والرابعه الثابته اللي ممكن تخلي الاهلي يروح في شربه ميه وهي ضربات الجزاء. بقالنا كام يوم في حاله تاهب وانتظار، هيعيدوها؟ لا مش هيعيدوها. لا هتتعاد؟ لا مش هتتعاد. لسه بورصة توقعات إعادة ماتش مصر والسنغال مولعة ووصلت لدرجة الغليان، وكلمة من هنا على كلمة من هناك لحد الناس ما بقتش عارفة راسها من رجلها، ولسان حالنا بيقول يا فيفا خلصينا بقى وخدي قرارك. عندك جديد في الموضوع ده يا كريم؟ وليد العطار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكورة قال إن مجلس إدارة اتحاد الكورة بدأ يجهز ملف جديد عن أحداث الشغب والقلق اللي كان محيط بماتش السنغال عشان يصعد الموضوع ويرفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بذات نفسها. وبما اننا لسه بنتكلم عن الكوره فالخبر ده برضو ما ينفعش يفوتك. المستشار مرتضى منصور قال ان من حقك تبقى اهلاوي لكن مش من حقك تشجع النادي الاهلي جوه نادي الزمالك. قال انا هزيع في مره ماتش للنادي الاهلي واللي هسمعه بيقول هي هشطبه. ولحد هنا وخلصت حلقتنا، وكالعاده اخبارنا ما بتخلص. وقبل ما اقول لكم رمضان كريم، اختم انت يا كريم. وديني بختم اهو، سيبوا لنا في التعليقات توقعاتكم الماتش هيتعاد ولا لسه مش هيتعاد.